تلقي بدموعي ونحي. الثامن من شوال هجمت قبور أئمة البقيع صلوات الله عليهم، وهو استمرار لمظلومية الزهراء وأمير المؤمنين وأبنائهما. القضية قضية دينية، أيضاً القضية قضية دينية، هم عندهم اعتقاد أنه زيارة القبور مو تكون بهذا الشكل، مو تكون بهذا الشكل. إحنا اعتقادنا الشيعة لا، ما نبحث وراء الشباك، ما نبحث وراء المنارة، ما نبحث وراء القبة، لا نبحث في محتوى داخل القبة، هذا معتقدنا احنا الشيعة. ان هؤلاء الأئمة عليهم السلام هم أئمة المسلمين، وهم ينابيع الحكمة والعلم، وتعظيم زيارتهم وبناء قبورهم هي من شعائر الله سبحانه وتعالى. هذه المناسبة هي مناسبة حقيقة مأساة وحزينة جدا تمر على العالم الإسلامي، وخصوصا الشيعة، الشيعة يمرون عليه السلام. على الحال الفجيع أنا أرض البقيع. مسألة أئمة البقيع مسألة حزف النفوس في نفوسنا جميعا. نحن مهضومين جدا من هذه الملل التي أكادت لرسول الله صلوات الله عليه وآله وجميع أبنائه وشيعته هذا العداء المستمر. كل إنسان وكل مؤمن شيعي وتابع لولاية أمير المؤمنين عنده غصة، وهي الغصة بناء أئمة البقيع صلوات الله وسلامه. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بهذه المناسبة الجليل على شيعة أمير المؤمنين. هذه المناسبة اللي هي هدم أئمة البقيع عليهم السلام. كأئمتنا عليهم السلام إمام أمير المؤمنين والإمام الحسين والإمام الرضا عليه السلام والإمامين العسكرين والجوادين، أيضا نطالب ونريد منارات وقبور لأئمتنا عليهم السلام، خصوصا لأئمة الطاهرين الإمام الحسن والإمام الباقر والصادق والإمام زين العابدين عليهم السلام، وخصوصا هم هؤلاء أئمتنا كأئمة الأطهار عليهم السلام. يعني هذا شعور مؤسف حقيقة. بالتأكيد أن هذا من بواعث الحزن والأسى أن نرى قبورهم مهدمة بهذا الشكل، ونحن نرى قبور آخرين لم يتم تهديمها. نحن لا ندعو إلى تهديم القبور، بل ندعو إلى بناء القبور بشكل يعني يتساير مع مبادئ الشرع الحنيف لكي يتمكن المسلمون من إهداء شعائرهم. قدموا قبابي النواصب وإلي تزحف المصائب، للمكبرون للمواكب لا ولا الألوف. أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: الحسن خير مني، فهو السبط الأول، وهو الابن الأكبر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب المظلومية الكبرى. لا شك أننا نشعر بالحزن والألم لأن البقيع لم يعمر في الحقيقة، وهذا ينسحب ليس على شيعة أهل البيت وإنما على الأئمة المعصومين بأجمعهم، يشعرون بالحزن والألم والأسى لأن البقيع لم يعمر، لكننا وكما أسلفت سيعمر البقيع إن شاء الله، وسيظهر الحجة من الحسن صلوات الله عليه ليعمر قبور أجداده وليؤم المصلين فيها بإذن الله تعالى. من تروح هناك وتشوف حجارة، تشوف الإمام السجاد سلام الله عليه، الإمام الباقر، من تشوفهم هناك حقيقة غصة ما تتحمل المنظر ما تتحمله، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم هذا الشيء. عندما أزور الإمام الحسين عليه السلام وأرزق الدعاء تحت قبته المباركة، أتمنى أن يكون ذلك تحت سائر قبب الأئمة عليهم السلام. أغلب الأئمة عليهم السلام في العراق وخارج العراق قبورهم مبنية ومعمرة، والمؤمنون يعني يزورون الأئمة عليهم السلام إلا في هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويمد في أعمارنا لكي نرى هذه القبور معمرة ونزورها ونتبرك بالدعاء تحت هذه القبب السامية إن شاء الله. أين من يعيد لي قبابي ما عسى أقول. حزن، حزن في قلوبنا، نذكرهم ونتباكى ونبكي ونطلب ونلتمس من الله أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ليكون هو الأول في بناء هذه المراقد الطاهرة. الله، الليلة بين الحرمين بين الإمام أبي عبد الله الحسين وبين أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، نسأل من الله أن يعجل لوليه الفرج، يجعلنا من أنصاره وعوانه، ونسأل من الله أن يتم علينا في بناء قبور أئمة البقيع سلام الله عليهم، ونسأل من الله أن يمن على شيعة أمير المؤمنين بالدعاء لمولاي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. وإحنا ما لنا غير بس الله وصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى نشوف إن شاء الله الأقمار المنيرة اللي هناك هي نفسها اللي هنا موجودة. كل الأمل وكل الآمال معقودة على ظهور إمامنا صلوات الله عليه، وإن شاء الله لم يبقى إلا القليل بإذن الله.
بإذن الله تعالى إن شاء الله نرى قبورهم عامرة قبل ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لو شيعة علي دتعنا إلى